البرنامج الوطني للمدن الذكية الهدف بتاعه هو نشر مفهوم المدن الذكية في تونس الكل باش نجمو معناتها نعملوا ان ريزو ناسيونال تاع سمارت سيتي دونك شبكة وطنية للمدن الذكية. الشبكة هذه تخلينا نجمو نتكلموا في صوت واحد باش نجمو نخلقوا لي بيريمتر سمارت سيتي المجمعات اللي نجمو نخدموا فيها المدن الذكية في الجمهورية الكل وتخلينا معناتها نكونوا عندنا أكثر امباكت على البوبولاسيون لوكال في الميزون بلاس تاع البروجي هذا. باش يعمل في 24 باش نمشيو المرة هذه ل 12 ولاية الأولانيين وفي آخر جوان دونك باش نمشيو ل 12 ولاية الأخرين دونك الولايات الكل باش يكونوا معنيين بالبرنامج هذا. أول حاجة احنا باش نمشيو نعطيوهم ان روتور ديكسبيريونس نعطيوهم الخبرة نتاعنا في الدومين هذا شنو عملنا في بنزرت شنو صار وكيف الدراسات وكيفاش وجهنا بها حتى لين البروجي ولا ملك البلدية المنتخبة الجديدة واحنا نتوجهوا للبلديات باش هما يعملوا للمواطنين نتاعهم هالبروجيات هذيا على ارض الواقع. المواطن شنو يا جميرة ادارته تحسنت ما عادش يسوري بلاس باش ياخذ مضمونه ما عادش يسوري بلاس باش يعمل ورقه تولي تجي لي بعض ترمي تجي معناتها فما حاجه اللي هي الجوفرنونس والتعامل مع المواطن ديريكتومون باش تحسن وخاصة البناء زاد كيف فما برشا حاجات اللي يخصوا الاداره اللي نخدموا عليها باش تتحسن. فما ليكليراج اوربان باش يولي ساعه خير ويتحسن في البلاد وفما الفضاءات لي سباس فير والبروتكسيون تاع لي سباس فير وسورتو ليكونومي تاع الماء في لي سباس فير باش تحسن وتولي جيري بطريقه علميه. دونك هذا المواطن دونك باش يرى فيت فينالمون لا كاليتي دو في تاع المواطن باش تحسن في المدينه نتاعو اتخافير لي سيرفيس نتاعو. فما التنقل زاد كيف تاع المواطن داخل المدن خاطر في برشا مدن باش نخدموا على البيتونيزاسيون دي سونتر في دونك هذوما حاجات مهمين اللي يحس بيهم المواطن ديريكتومون. وفما بالطبيعه البرمجه والتهيئه العمليه اللي باش تمباكت تمس المواطن على خاطر باش تحسن له الكادر الاركتكتورال اللي هو يعيش فيه. رقمنا في المدينه الذكيه سي ان اليمون طامي لي زاليمون الاخرين، مي اول حاجه احنا الذكاء تاعنا لازم يكون ديجا كيفاش نوليو عندنا ان فري تروتوار، ان فري روح ماشي مكسره، ان فري لومبادير يشهد، ان فري اداره اللي كي تسالها تجاوبك. هذا اللي نخدموا عليه توا مبدئيا، من بعد الذكاء والرقم والحكايات هذه بطبيعتنا معناتها حاجات اكسسيبل هي بطبيعتها عندنا، بطبيعتها باش تسهل لنا حياتنا نتاع كل يوم وتعمل فيها اليوم، غدوه مثلا باش تستاسيون انت باش تقاري في مدينه ذكيه، تحط في تليفون تقول راني ماشي البلاصه الفلانيه، الجي بي اس نتاعك باش يهزك وين يلزمك تقاري باش تكونسومي اقل مازوت باش تمشي ديريكتومون غير ما تعمل اوبوتيار وتمشي زاد تلقى بلاصه موجوده، معناتها حاجات كيما هكا بسيطه اللي يسهلوا حياه المواطن سير محل المواطن كل يوم. شنو نحكي نحطو برشا فلوس ديجا خاطر ما نستعملوش احنا الماتريال نتاعنا، نستعمل نحطو كابتورات في البلاد اللي هما مش با سا كي كونت بلو شير ماهيش حاجه تتكلم غالي برشا، مي التكنولوجيا اللي عند المواطن التليفون هذاك اللي عند المواطن هو اللي شو اللي يستعمل باش ينجم يقضي به حاجاته نتاع كل يوم. معناتها في اليوم التليفون يستعملوه فيسبوك، المواطن العادي يستعمل فيه فيسبوك، فما الفيسبوك باش يولي يشري به الخبز، باش يولي يمشي به يقاري به، باش يولي ياخذ به مضمون. باش يولي يشري لي تسكرت نتاع الطياره ديريكتومون يخلص ليه. اليوم احنا فما ديزيكزومبل في كينيا فما دي فيلاج تمشي لهم تلقى الخشيش الصغار عنده زوج تليفونات، واحد يخلص به ويخدم به ويعمل به، واحد يتكلم به معناتها هو ناقص 20,000 حاجه اخرى. دونك ماشي حكايه تكنولوجيا، التكنولوجيا موجوده اللي اكسيسيبل من عند الناس الكل، جوست في العقليه كيفاش ننظفوا بلادنا، كيفاش نسينياليو وقت فما مشكله فما مسخ ولا فما حاجه بالتليفون نعمل تصوير ونبعثها للمصالح المختصه تجي تهزها وتجي تنظفها، كيفاش كلنا نشاركوا في تحسين الكوتيديان نتاعنا كل يوم اتخافير الانتيليجونس واتخافير الكونكتيفيتي. هو مادام ينجم يشد التليفون في يده وينزل على واحد وينزل على اثنين وينزل على ثلاثه وبعدين ينزل على اوكي غير كو هذاك فما ديزابليكاسيون سامبليفيي تصير للعباد هذوما باش ينجموا يقضيوا حاجياتهم اليوميه. المراه الكبيره يجيها الميساج باش تخرج حاجات الكوبايه نتاعها باش تقدر تكلم الطبيب تنزل على واحد تكلم الطبيب. فما ديزابليكاسيون سامبليفيي فما برشا شباب يخدموا في الخدمه هذيا ويخدموا في دي ستارت اب وجمعيات اصلا يتخلقوا بذمه الترانزيسيون هذيا باش يعلموا جوستومون العباد اللي هما ماهمش ما يعملوش اكسيد التكنولوجيا باش يعلموهم يستعملوا الهواتف نتاعهم بطريقه سامبل ويخلقوا لهم في ديزابليكاسيون
يحملوها على الهواتف الجوالة بتاعهم باش يجبوا الوليد يستعملوها يدير كل ولا تنزل على النخلة هذيك تنزل على السجلة هذيك تنزل على الصباع هذاك هتو تعطيك ثلاثة معلومات الخضر هيك باش تكلم ولدك الحمرا باش تكلم أختك والزرقاء باش تكلم بنتك معناتها فما حاجات سامبل معناتها اللي قاعدين يخدموا فيهم برشا مجهود دون سونس قاعد يصير كي نقولوا المدينة واستعمال التكنولوجيا في المدينة بالنسبة لي نحن كل طالب ما عادش دوموندور دومبلوا لازم يولي كرياتور دومبلوا ويخدم معاه واحد اخر على خاطر ليتيديون كي يتخرج وما يخممش في حاجات كيما هكا وما يستعملش التكنولوجيا جوستومون باش يخلق روحه ولا امبلوا ما عملنا حتى شيء معناتها اليوم الناس الكل فما شكون يخدموا تليفوناتهم اليوم فما شكون تو سامبلومون دي ويب مانجر في حاجات فما شكون معناتها من تليفون قاعد يصور في الفلوس دونك وقت اللي نزرعوا واحد في العقل في الجليجان تاع العقليه تاع الانتربرونيال خبير التكنولوجيا اللي تجي تسهل له باش يخلق سو بروبر بيزنس يظهر لي ليزومبلوا ماهمش مشكله هذوك.